عزيزتي، أعزائي، رمضان مبارك وعيد سعيد إن شاء الله. وأهلا وسهلا ومرحبا بكنا وبكم في قناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية. القصة ديال اليوم هي ديال ديك العصابة البزنازة اللي تيراو بالقرطاس في الجيب ديال جدرمية اللي بغاو يشدوهم في منطقة واد جديدة اللي موجودة في ضاحية مكناس، وبالضبط على الطريق الوطنية ما بين فاس ومكناس. تيروا فيهم بعد ما حاولوا يوقفوهم حيث كانوا مهربين واحد الكمية من المخدرات كتقدر بنص طن تقريبا. الجديد في هذه القضية هو الحكام الصادر في حق المتهمين بثلاثة. وقبل ما تسمعوا بشحال تحكموا، نرجع نحكي لكم شنو وقع بالضبط في ديك النهار. ما تمشوا فين، خليكم معنا تسمعوا القصة كاملة. ديك النهار توصلوا الجدرمية ديال المركز الترابي في مدينة مكناس بمكالمة هاتفية من طرف واحد السيد مجهول، قدم راسو على أساس أنه فاعل خير باغي يبلغ على واحد الجريمة. خلهم واحد الطوموبيل وعطى حتى النوع ديالها واللون. خلهم بلي هاد الطوموبيل راه فيها ثلاثة ديال الشباب وراهم بصدد تهريب كمية مهمة من المخدرات. راهم جايين من جهة الشمال وديين الحشيش لمدينة مكناس، ودابا راهم في طريقهم في الطريق الوطنية ما بين فاس ومكناس. جدرمية خذوا البلاغ على محمل الجد ومشاو لمنطقة واد جديدة اللي كنلقاوها بالضبط على الطريق ما بين فاس ومكناس. تماك داروا واحد البراج وداروا أسلاك شوكية باش حتى حد ما يهرب من اللي يوقفوه. دازت واحد المدة وهما كيراقبوا الطوموبيلات اللي جايين، كيشوفوا النوع وكيشوفوا اللون باش يعرفوا واش هي هذه، باش يعرفوا الطوموبيل بين الطوموبيلات اللي كتستعمل هذا الطريق. وفي واحد اللحظة بانت ليهم ديك الطوموبيل، هي طوموبيل بيضة جاية، كانت من نفس النوع واللون اللي عطاهم ديك الشخص اللي بلغ على الجريمة على محاولة تهريب هاد كمية المخدرات. الطوموبيل كانت جاية بسرعة فائقة وزادت السرعة ملي وصلت للبراج. واحد من جدرمية دار لي الشيفور إشارة بيديه باش يوقف. ساعة لاخر غير ما زاد في السرعة، الشيفور موقف ما والو، كما قول زاد في السرعة وداز حتى في ديك الاسلاك الشوكية. الرويضة في الشات ديال الطوموبيل وزاد كمل هرب رغم ذلك. جدرمية ركبوا في الجيب ديالهم وتبعوهم، وبعد مطاردة على واحد المسافة مهمة من الطريق الوطنية، شي واحد فيهم اللي كان من الثلاثة اللي كانوا في الطوموبيل جبد الخماسية وبدا كيتيري في الجيب. تير عليها تقريبا شي 10 طلقات والجيب اكيد غادي تصابت بخسائر كبيرة، خسائر مادية، ولكن الحمد لله الفريق اللي كان على المتن ديالها ما تصابش. ورغم ذلك العناصر الجدرمية وخا كانوا كيتيروا فيهم بالسلاح ما استعملوا السلاح ديالهم. وصلوا المطاردة حتى وصلت الطوموبيل الهاربة لواحد البلاصة ونزلوا من هذيك الشبان ثلاثة بهم. واحد فيهم كان مازال هز الخماسية والاخرين ما مسلحينش. بدا ملي شاف جدرمية قربوا ليهم غادي يشدوهم بدا كيتيري فيهم مرة اخرى، وبدا تبادل ديال اطلاق النار ما بينهم وما بين جدرمية. جدرمية تيراو في السماء، ما تيراوش يعني تيراو في السماء باش يخوفوهم لعلو عسى يستسلموا ويربحوا الوقت بلا ما يوصلوا لشي حوايج واحدة اخرى. جوج من هاد الثلاثة هربوا، واحد شدوه جدرمية وحجزوا حتى الطوموبيل والشي اللي فيها من حشيش. لقاو فيها كمية مهمة من الشراء والكيف وحتى الطابة، تقريبا الشراء شي نص طن. جدرمية داو الموقوف المكناس باش يستمعوا ليه ونشروا برقية بحث في حق المرافقين ديالو اللي هربوا لوجهة مجهولة. الجدرمية اهتدوا للسمية ديالهم بجوج من خلال البحث مع الموقوف، ودازت مدة وغادي تشدو. جلس واحد المدة معينة وتم إشعار الجدرمية ديال المكناس من الزملاء ديالهم في الشاون باللي تم إلقاء القبض على الشخصين المبحوث عليهما، واللي تم التعميم ديال برقية البحث عليهم لدى كل المصالح الأمنية في المغرب. وبالفعل من اللي تشدو وتوضعوا هناك راه الحراسة النظرية تنقلت فرقة من الجدرمية من مكناس لديك المدينة الشمالية وجابتهم باش توصل السيمة عليهم قبل ما تحيلهم على العدالة كما المتهم الأول اللي تشد سور بلاس في عين المكان بعد مدة قصيرة من إطلاق الرصاص والفرار ديال الصديقين ديالو. متهمين ثلاثة بهم الأعمار مختلفة، الأعمار ديالهم مختلفة، تتراوح بالضبط ما بين 32 و 41 عام.
البحث معهم والاستماع لهم في محضر رسمي أكد أنهم جابوا لك الكمية بالفعل، والمقدار ديالها كما قلت هي نص طن كلها تبيصلة، وزد عليها الكيف وورق الطابة، جابوها من الشمال وكانوا داينها لمدينة مكناس باش يبيعوها لشي بزنس تماك. وتبين من خلال البحث اللي تفتح معهم أن الخماسية المستعملة في إطلاق النار ما عندهاش الورق القانونية، يعني ماشي قانونية. المتهمين ثلاثة بهم تحالوا على الوكيل العام بمدينة مكناس اللي حالهم بالدور ديالو على قضية التحقيق بمحكمة الاستئناف، وبعد عدة جلسات للتحقيق التفصيلي معهم حالهم قضية التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية. هاد الغرفة وبعد تأجيل البث في الملف ديالهم حكمات على كل واحد فيهم ب20 عام بالحبس، والتهم هي محاولة القتل العمد، كما قلت محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والحيازة غير المبررة للمخدرات والتجار فيها والمشاركة في ذلك. هذا القرار تم الاستئناف ديالو من طرف جميع الأطراف بما فيها دفاع المتهمين وكذا النيابة العامة، وتدرج الملف من جديد في الغرفة الجنائية الاستئنافية، ودازت هي جلسات وهو كيتأجل حتى جات الجلسة المناقشة الملف، وذلك نهار الخميس اللي داز 21 أبريل 2022. بعد الاستماع المتهمين الثلاثة وأخذ الإفادات والمرافعات ديال المحامين اللي كينوبوا عليهم في هذا الملف، المحكمة رجعت الحكم الابتدائي اللي نذكر على أنهم كانوا تدانوا فيه 20 عام بالحبس لكل واحد فيهم من مجموع ديالها، يعني 60 عام ثلاثة بهم مجموعة. المحكمة ديال الاستئناف أو غرفة الجنائية الاستئنافية خفضت هذه العقوبة باش كانوا محكومين، خفضتها إلى 15 عام ديال الحبس لكل واحد فيهم، مازالين كيقضيوها في السجن ديال تولان فيرهم موجودين. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الآخر، أنا لكم شاكر على الاهتمام ماشي غير بهذا الفيديو ولكن جميع ما ننشره من قصص وفيديوهات في هذه القناة ديال مروكان كريم تي في الجريمة المغربية، ونتمنى باش نكون دائما عند حسن الظن ديالكم باش نكون المحتوى اللي كنقدم شوية في المستوى وفق التطلعات اللي بغينهم نتوما. انا ما كنشجعش الجريمة ابدا، بالعكس الجريمة من اللي كنثيروا بحال هاد الجرائم فقط باش نستفدوا من الاخطاء، ما نكرروش اخطاء لوحدين اخرين ونضيعوا حياتنا ونضيعوا الحرية ديالنا او نضيعوا ناس وحدين اخرين في اتفه الامور ولاتفه الاسباب في كثير من الاحيان. في الختام كنجدد الشكر ديالي لكم جميعا، والله يوفقكم ورمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، والله يدخلوا عليكم بالراحة والصحة والهنا ويبعد عليكم كحل الراس بنو آدم.